السلام عليكم. هسه احنا راح نكمل باقي المحاضرة اللي هي contribution of the epidemiology، يعني المساهمات او الفوائد مالتها، وين استفادين منها. contribution to medical knowledge هي المعرفة الطبية، والhealth service خدمات الصحة، والmedical education بالتعليم الطبي، وكذلك local contribution. في contribution to medical knowledge incommunicable nutritional occupational disease and in almost all fields of health related aspects. إذن وين استخدمناها؟ طبعا medical knowledge هنا راح تفيدنا في حالة الأمراض الانتقالية والمثل سوء التغذية والأمراض مثل ما قلنا occupational، وكذلك بأي نوع من أنواع health problems. زين، عندنا in historical events related to the problems of cholera، يعني قبل أكو أحداث تاريخية صارت، مثلا بعض الأمراض مثل الكوليرا اللي هي أدت إلى الوفيات، وفيات كبيرة في الأعوام الماضية قبل حوالي أكثر من قرن من الزمن، فصار عندهم وباء قوي هو الكوليرا. وهناك بالأخير تأكدوا، يعني بعد ما ماتت الأعداد الكبيرة، ظهر عندنا واحد من العلماء اللي قدر أنه ينطي تطعيم، يكتشف التطعيم ضد الكوليرا، وانتهت هذا الوباء والحمد لله في فترة ما. عندنا السكيربي اللي هو الاسقربوط، هذا اللي يحدث عند البحارة مثل هذا. هذا طبعا هو عالم اسمه اعتقد جيمس. فالمهم هذا العالم هو اللي اكتشف انه هو نقص فيتامين سي، فانه هنا يعطيهم الليمون او الليمون حتى يطيبون، فطابوا بعد اعطاهم هذا الليمون، لان اكتشف انه ناتج عن نقص فيتامين سي. والكونجنيتال ديفكت اسوشيت وذ ثاليدومايد، ثاليدومايد هو بعض واحد من الادويه اللي تعطى للام الحامل اللي اصابتها بالتقيؤ المستمر الهايبر اميسيس جرافيدارم، فتظهر الطفلة مصابة بالابسنس اوف بوث limbs as in this baby. And German measles causes a lot of congenital anomalies, microcephaly, cataract, congenital heart disease اللي هي PDA which is common. فهذه هي unique epidemiological contributions اللي هي هذه عبارة عن يعني خلينا نقول مساهمات فريدة لعلم الابيديميولوجي. The human immune deficiency syndrome الايدز هو another example of how epidemiological observation can help in clarification of dilemmas in the field of health and disease. فهنا الايدز هو ايضا يعطينا مثال اخر على انه كيف استطاع بالobservational study، يعني بالملاحظات اللي يستخدمها الابيديميولوجيست، قدرنا نوصل الى انه clarification of dilemma اللي هو ازالة الغموض عن هذا المرض القاتل والمميت. فإذا هذه هي contribution to medical knowledge. contribution to health service هو basic discipline، يعني هو النظام الأساسي المن هو في diagnosis of population health problem. ليش؟ لأنه إحنا هنا بال health service يعني خدمات الصحية وصلنا ل diagnosis for the most problems health problem and estimation of the health need. هنا حساب الاحتياجات إيش قد يحتاجون. فإحنا خلال العام طبعا ترفع تقارير من الصحة ومن الصحة العامة والإبيديميولوجيست عندهم باحتياج، تحديد الاحتياج، الاحتياج لمن؟ الاحتياج مثلا من اللقاحات، الاحتياج مثلا من خلينا نقول فيتامينز اللي كل نيوتريشن وغيرها من الاحتياجات الأخرى. زين، الديترمينش أوف برايورتي، يعني شنو برايورتي الأولويات؟ فإذا هنا مثلا قلنا اللقاح هو مهم قبل ما نعالج المرض، قبل لا تحدث عندنا إصابة، فإذا أكو برايورتيز. مثلا التأهيل قبل لو توصل إلى مرحلة أنه نستخدم الجراحة، فالتأهيل والعلاج الطبيعي وغيرها ممكن تمنع العوق النهائي أو قد تمنع الحالة الاحتياج إلى العمليات الجراحية. evaluation of service performance يعني هنا تقييم الأداء والخدمات. فإذا الhealth service من يقيمها؟ راح تقيمها الepidemiologist. the contribution to medical education، فإحنا هنا عندنا الكوريكولم المنهاج للأشخاص اللي يتعاملون يعني بالصحة وبالطب بشكل عام، هو يتحدد بعوامل مختلفة. شنو المنهاج هذا اللي نحتاجه؟ فالمنهاج هنا هو medical curriculum، المنهاج الطبي هو يعتمد على the pattern of disease as determined by epidemiological observation. فإحنا المنهاج الطبي راح نشوف الأمراض اللي أكثر شيء يتعرضوا لها مثل في هاي المنطقة. إحنا مثلا عندنا التيبي، الأنيميا، هذا اللي very common، ممكن مثل infectious diseases مثل كاليزار، مثل typhoid fever، this is very common. لهذا هنا الميديكال كوريكولام يعني شنو اللي نحتاجه حتى نعالج هاي الشغلات، وشلون نثقف الناس، نثقفهم ضد هاي الأمراض اللي هي very common in our society.
فهنا طبعا البروفيشنال فاليو هو راح تكون هنا الخبراء راح ينطوناها، والكونسيومر فاليو لازم احنا تكون عندنا الكونسيومر، هذول هم احنا منهم راح نشوف ايش نحتاج. فاذا البروفيشنال وشنو الطبيب او المختص شنو رايه وشنو احتياجاته، والكونسيومر ايضا شنو احتياجاته وشنو رايه، والسوشيو بوليتيكال يعني الجانب الاجتماعي والسياسي هو اللي يحدد لنا الهيلث كير سيرفيس اورجانيزيشن. فاحنا عن طريق المنظمه الخاصه بالرعايه الصحيه هي تقدر بعدين فيما بعد بناء على هذني المعطيات ثلاثتهم وبناء على ما موجود من epidemiological disease راح نخلي الميديكال كوريكولوم اللي هو عبارة عن منهاج الطبي. اللوكال كونتريبيوشن خلال 30 سنة الماضية هنا the last 30 years epidemiological method became increasingly familiar to local physician and researcher. يعني خلال 30 سنة الماضية بدأت أكو تواصل ما بين المباحثين والأطباء مع هذا العلم، مع علم الإبيديميولوجي. لهذا أجريت بحوث عديدة في العراق ككل. And there was very useful in determining health indicators and identifying risk factor and important for disease and evaluation of performance. فهذه البحوث اللي أجريت خلال 30 سنة الماضية اللي صارت بها تقارب ما بين الإبيديميولوجيست وما بين الفيزيشن وما بين الريسيرشرز as a whole، فخلتنا نقدر نعرف انه عندنا مؤشرات الصحة، بدينا نعرف شنو احتياجاتنا and identifying the risk factors. ولهذا احنا هسه بدراستنا مثل درسنا هواية عن الثلاسيميا شنو العوامل، هي طبعا اكيد هي يعني وراثية وممكن تكون لها عوامل بيئية، مثلا الريكتس، مثلا نيوتريشنال ديفيشنسي، مثلا الكوميونيكابل ديزيز او غيرها من النون كوميونيكابل ديزيز، الريسك فاكتور شنو، مثلا السي اي لانج، سي اي بريست، سي اي سيرفكس. فهواية صارت بها دراسات وطبعا حسب اللوكاليتيز. And here an evaluation of performance of health service فحتى نحدد توجهاتنا والperformance later on. Then finally epidemiology can be conducted with whole population. يعني احنا اذا ريدنا ناخذ الepidemiology كعلم شلون نحدده على الwhole population ممكن، فهذا يسموه مسح عام شامل. مثلا للعراق كله سوينا مسح شامل لمثلا malnutrition او مسح للانيميا او مثلا للامية الموجودة وهكذا، فاذا سوينا احنا مسح شامل فهنا ممكن ان ناخذ whole population as يعني هو اللي يكون عليها الجروب كونتاكتد اللي انا اشتغلت عليه، او سامبل، او ممكن ان اخذ سامبل او سب سيت يعني فرع منهم، فرع من السامبل هذا الكبير as patient with a specific group. فاذا اخذ يا اما whole population or sample of population. When it is conducted on sample or subset يعني نموذج فرعي، فهنا two requirements are crucial. فاول شيء عندنا شغلتين مهمة crucial. ليش؟ حتى اقول اعمم، حتى اقدر اعمم هذا النتيجة، لانه مرات اخذ نموذج بس ما اقدر اعمم، فحتى اعمم النتيجة من هالجروب هذا على الكل لازم شنو عندي randomness، اللي هو شنو معنى randomness is equal chance for every individual to appear in the sample. يعني اكو عندي ممثلية تامة، ممثلية تامة اللي هي تكون هذه بها متساوية الحقوق بحيث يكون كلهم ممثلين. هنا ناخذ مثال، مثلا هذا اللون الاسود احنا عندنا بها كم واحد، 1 2 3 4 5 6، اذا هنا عندي 6، حتى امثلهم دول الستة كل 3 يمثلهم واحد، فاذا صار عندي 2. زين هذا اللون الابيض ايضا عندي 3، فلازم كل 3 واحد راح اخذه يحمل لون الابيض. اللون الرمادي هم 3 فراح ناخذ منهم واحد، اذا صار عندي عن كل 3 ممثل واحد، فهذا يسموها randomness لكن equal chance، كلهم عندهم حق بحسب النسب مالتهم. فاذا randomness صح هو فرعي يعني هو عشوائي، randomness معناها عشوائي. لنفترض انه انا اخذت من هذا السر الاول اخذت رقم 2، يعني هنا بالطول اخذنا، فهنا اخذت رقم 2 بس هنا اخذت الاول والاخير، رجعنا هنا هم اخذنا رقم 2، فاذا هذا يسموه random لان انا ما اعرف من اللي قاعدين بهالترتيب، اول بعدين هنا العفو الثاني بعدين الاول والاخير وبعدين نرجع الثاني، فهذا يسموه randomness. representative يعني معناها متمثل تام. مثلا the sample is drawn from a universe in such a way to be an image of the reference or mother population from which it is drawn. يعني انا هسه من اخذ sample مثلا لازم اخذ مثل هذول طبقة مثل طلاب جامعة فاخذ طلبة منهم، بس ما اقدر اخذ مثل طلاب جامعة او اخذ نموذج هنا من طلاب جامعيين وطلاب غير جامعيين، فهذا يكون غير متماثل. فاذا representative يعني ممثل لهم. مثلا ناخذ طبقة من
العمال، عمال مناجم، عمال معمل الشركة الصينية، فلازم أخذ نموذج منهم، يعني ما أخذ منهم وأخذ من غيرهم، أو طلاب مدرسة فلازم تكون نفس الطلاب، نأخذ نموذج منهم فيمثلهم. إذا this is way of sampling، لهذا لازم تكون عندنا الأشياء المهمة حتى نقول الدراسة مضبوطة، يعني conducted any sample and to have a generalization of the result, there is randomness and representativeness. Thank you very much.